في الحقيقة مش بس المصريين في الخارج اللي بيشرفونا وبيقدروا اللي هم يحققوا إنجازات كبيرة يوم بعد التالي في مجالات شغلهم المختلفة، لأن كمان الجيل الجديد اللي هم أبناء المصريين في الخارج أو بنطلق عليهم الجيل الثالث والرابع عندهم مهارات وبيحققوا جوائز مهمة، زي مريم معتز اللي حققت المركز الأول في مسابقة الخطابة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان بتمارس لعبة شيش وعندها مواهب متعددة زي العزف على آلة الهارب. مريم معتز صاحبة 13 عاماً استطاعت تحقيق المراكز الأولى في مسابقات الخطابة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، كما أنها تمتلك العديد من المواهب، فهي لاعبة شيش وعازفة هارب وتدرس بالصف الثاني الإعدادي في أكاديمية فولسوم التعليمية في مدينة فولسوم بولاية كاليفورنيا. مريم من العاشقين للخطابة والمناظرة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وشاركت في العديد من مسابقات الخطابة والمناظرة على مستوى ولاية كاليفورنيا وحصلت على عدة جوائز فيها. حصلت مريم في إحدى مسابقات المناظرة على المركز الأول من ضمن 125 متسابقاً، وتحدثت فيها عن عدة مواضيع من ضمنها الطاقة النووية واستخداماتها والواجبات المدرسية ما لها وما عليها. وآخر المسابقات التي شاركت فيها كانت مسابقة الخطابة التي أقيمت بساكرامنتو، وكانت بعنوان التفاؤل في الأوقات الصعبة. وحصلت مريم في المرحلة الأولى في هذه المسابقة أيضاً على المركز الأول، واستطاعت التأهل للمرحلة الثانية التي ستقام في أوائل شهر إبريل عام 2023، كما شاركت كذلك في عدة مناسبات مناهضة للعنصرية ولنشر السلام في العالم. إضافة لذلك، فقد تحدثت في عدة مناسبات عن أهمية التعليم للفتيات.